تحت رعاية وزير البيئة أقامت مدارس اليوبيل مؤتمرها السنوي السادس الذي يعقد سنويا من أجل التوعية البيئية لطلابها. للمزيد تابعونا من خلال هذا التقرير، وأسعد الله صباحكم. تأتي أهمية هذه المؤتمرات الطلابية البيئية ضمن استراتيجية وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحقيقا لأهداف وزارة البيئة في تكريس وتنمية الوعي البيئي لدى أبنائنا الطلبة في كافة المراحل الدراسية والعمرية. طبعا وزارة البيئة تطمح من خلال هذه المؤتمرات البيئية إلى خلق وعي بيئي لدى أبنائنا الطلبة. هذا الوعي يتم من خلاله بالخروج بمخرجات تخدم البيئة في وطننا الحبيب الأردن، ونحن في وزارة البيئة نطمح إلى خلق هذا الجيل لكي يكون رديف إلى كوادر وزارة البيئة على وجه الخصوص. القطاع الزراعي هو محور أساسي من محاور التنمية المجتمعية والتنمية الريفية بالأردن. المنتج الزراعي كغذاء إذا ما كان ظروفه الإنتاجية بيئية سليمة فيصبح بالحالة هاي أنه منتجنا يصبح غير سليم. فإحنا أيضا بدورنا أنه نرشد المزارعين ونعمل على ضبط استخدام الآمن للمبيدات الزراعية، ما ينعكس على غذاء سليم وآمن وبيئة سليمة بالأردن. السادسة على توالي ننظم المؤتمر البيئي الحمد لله بتوصيات بنجاح بهمة الشباب. جمالية هذا المؤتمر أنه حقيقة بأكمله من ألفه إلى يائه هو بيد الشباب، من بداية طرح الموضوعات، النقاشات، جلب الدعم، الوعي البيئي، المراسلة مع المدارس، المراسلة مع الوزارات. فهذا الأمر حقيقة تحقق لطلبتنا بناء شخصية، بناء قرار، وهم جزء حقيقة من هذا القرار البيئي، وليس مجرد هو تنظيم لمؤتمر عابر يعني يعقد في فندق أو يعقد في مكان عام. ففوج بعد فوج من المنظمين للمؤتمر البيئي بتم تسليم الراية حقيقة حتى يؤكد على قدسية الراية. راية معروفة عبر السنوات وعبر الأعوام وعبر كل الأماكن كم هي مهمة الراية وقدسيتها. بالنسبة لي كمنظم للمؤتمر البيئي السادس اللي بتقيمه مدرسة اليوبيل، بنصح كل الشباب وكل العالم أن يحافظوا على البيئة، لأنه البيئة هي أهم شيء في كوكبنا الأرض، اللي هي الشيء الوحيد اللي يستطيع أن ينهي هذا الكوكب عن ويميته عن طريق الاحتباس الحراري وثقب الأوزون. بنصح كل الشباب الأردني والشباب في شكل عام أن يحافظوا على البيئة بطرق عدة، مثل استخدام الطاقة المتجددة عوضا عن الوقود الأحفوري التقليدي لتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. احنا حبينا اليوم انه نعمل هذا المؤتمر البيئي عشان نحاول انه نعرف الشباب اللي بأدنا واللي بعمرنا وجيلنا كله بأهمية البيئة، وكمان بالنسبة للمناقشات اللي بنطرحها اليوم بمؤتمرنا خليناهم يتعرفوا أكثر على المواضيع البيئية اللي هلأ عم بتهدد العالم. حبينا نسمع آراءهم بهذا الشيء، حبينا انهم يعطونا حلول ممكن العالم انهم يستفيدوا منه. ارتفاع نسبة CO2 بالجو اللي هي الغازات الدفيئة، برضه تسرب النفط في البحار، انه برضه قطع الاشجار بيؤدي لنقص الاكسجين ولعده يعني مشاكل بيئيه عالميه بواجهها الانسان. اعتقد انه المؤتمر البيئي بيساعد بحل هاي المشاكل. كل مشكله لازم يبلش حلها من الفرد نفسه. لو انا بلشت بحالي مثلا بمنزلي احاول اخفف من استهلاك الميه، مثلا ما اقطع شجر، ما احرقه بالشوارع، مثلا ما اكب الزباله او المهملات فيها. وهيك بصير احنا كل فرد 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 بصير جماعه، هاي الجماعه راح تصير مستفيده بعد فتره زمنيه، راح يكون في عوائد في فوائد عليها بهاي الاشياء.